الخير والبركة وتواصل أشواط الفترة الصباحية وسن الثنايا ومسافة 8 كيلومترات. هذه المسافة التي سوف نرافقها بالنداء والتعليق مع سن الثنايا الإبكار وخامس أشواط في المجموع. نتواصل مع الخمسة المراكز المتقدمة والمتنافسة والمنطلقة في هذا الشوط. هنالك الصدارة تواجد أول المراكز، من تفتتح النداء بشاير تعود الملكية لحمد بن عبد الهادي بن تخيل الدوسري مع أول المراكز. المركز الثاني تتواجد الشرقية تعود الملكية لعلي بن سالم بن صبيح المري، والثالث المراكز. هنالك الانطلاقة وهنالك أيضا متابعة النداء وتواجد أحد الأسماء المشاركة والمنطلقة، شعار بن مقبل ينطلق، وهنالك شعار النعيمي يتواصل برفقة الشهنية. عبد الله بن عنزان النعيمي مع المركز الثالث. رابع المراكز تواجد الغربية تعود الملكية لمحمد بن زايد المنصوري، وخامس المراكز. هنالك المتواجدة والمنطلقة للطامة تعود الملكية لزايد بن خميس المريخي. هذا هو النداء الأول للخمسة المراكز المتقدمة والمتنافسة والباحثة عن جائزة هذا الشوط. نعود إلى الصدارة، نعود إلى أول المراكز، نعود إلى المقدمة، نعود إلى أول المنطلقات. بدأت التغيرات، بدأت الأمور تتغير برفقة الصدارة وبرفقة الغربية من انطلقت وسارت مع الصدارة بانطلاقة هنالك الناموس، وأيضا بتحقيق هذه الانطلاقة المميزة تعود الملكية لمحمد بن زايد المنصوري نجم المواسم ينطلق شعاره ويبحر مع الصدارة. الإحصار الغربي كما قالوا الزملاء في التعليق. المركز الثاني تواجد هنالك الشانية عبد الله بن عنزان النعيم يقدم لنا الشانية المحلقة والمتواجدة مع المركز الثاني. نوع من أنواع الطيور تتواجد وتحلق على ثاني المراكز. ثالث المراكز تواجد الشرقية القادمة من الشرقية في المملكة العربية السعودية، علي بن سالم بن صبيح المري يتواجد بهذا الشوط ويقدم لنا أحد الأسماء وأحد الكروت الناجحة بإذن الله تعالى مع المركز الثالث. رابعا أتابع تواجدي هنالك بشاير حمد بن عبد الهادي بن تخيل الدوسري مع المركز الرابع. شعاره يتواجد خامسا تقدم ووصول بديع لأول نداء تعود الملكية لمحمد بن محسن بن جمعان المري مع خامس المراكز. هذه إذن الخمسة المراكز المتنافسة والمنطلقة وأيضا المتواجدة بمقدمة هذا الشوط، ولكن نترقب قدوم الأسماء، نترقب قدوم الشعارات. أسماء كبيرة لا سجلاتها الحافلة متواجدة خلف الخمس المراكز المتقدمة، وأيضا لا نستهين بهذه الخمسة المنطلقة والمتنافسة في مقدمة هذا الشوط، ولكن نعود ونتحول إلى أول المراكز وإلى الصدارة والمقدمة. إذا نعود إلى المقدمة، وأيضا بدأت الأمور تتغير، بدأت الأمور تتغير برفقة الشانية من حلقت مع الصدارة وانطلقت مع القيادة السليمة لمجريات هذا الشوط. الشانية الملكية لعبد الله بن عنزان النعيمي يقدم لنا هذه المنطلقة المتواجدة ويبحث عن سيارة هذا الشوط. تويوتا كلوزر بكف تنتظر صاحبة المركز الأول، وأيضا مادة الزعفران المادة التكريمية التي تكرم بها ثلاثة المراكز المتقدمة التي تحقق الانتصار المميز. إذا الشعار البرشلوني على أول المراكز ينطلق مع الصدارة ومع المقدمة. ثاني المراكز شعار الإحصار الغربي يتواجد مع المركز الثاني، وتعود الملكية هنالك الغربية لمحمد بن زايد المنصوري، وهنالك المركز الثالث الضيف السعودي ينطلق شعاره إلى ثاني المراكز برفقة الشرقية لعلي بن سالم بن صبيح المري على ثاني المراكز، لتأتي ثالثا الغربية لمحمد بن زايد المنصوري. وهذه الثلاثة المراكز المتقدمة
المقدمة بدأت تباعد المسافة رويدا رويدا على بقية الأسماء ومثلث الناموس يحتوي هذه الأسماء الكبيرة المركز الرابع. أتابع تقدم وقدوم بشاير حمد بن عبد الهادي بن تخيل الدوسري ومن الجانب الأيمن تواجد بديعة على خامس المراكز محمد بن محسن بن جمعان المري وبدأت أيضا الشعارات تظهر وتبين وبدأت تقدم الأسماء وتنطلق خلف الخمسة المراكز وهنالك قدوم أحد الأسماء الكبيرة ووصول من قبل مزون. وصلت مزون تواصلت مع النداء متعب بن طالب بن شريم المري يقدم لنا مزون مع المركز الخامس وهنالك قدوم أيضا على خامس المراكز وانطلقت إلى المركز الرابع الجازي لفاران بن محمد بن قريع المري الشاب القطري يتواصل شعاره مع المركز الرابع وخامسا شعار بن شريم. إذا هذه الأسماء الكبيرة بدأت تتواصل مع الخمسة الأسماء المتقدمة وبدأت تنتصف المسافة. انتصفت المسافة طوينا وإياكم سجلات الأربعة كيلومترات وبدأنا بفتح سجلات جديدة بيضاء للمنافسة وأيضا لتقديم التميز والإبداع من المنافسة الشريفة لهذه الرياضة رياضة الآباء والأجداد. وتواصل هذه الانطلاقات على أرضية ميدان التحدي الذي يشهد هذا التحدي الجميل من هذه الشعارات من شعارات أبناء القبائل وأيضا الأسماء الكبيرة التي لا ثقلها في جميع الميادين وأيضا الشعارات التي لا سجلاتها الحافلة في جميع المحافل المحلية والخارجية بتواصل انطلاقات المميزة وأيضا بالمنافسات لتحقيق النقاط المتقدمة. أعود إلى الصدارة أعود إلى مجريات شوطنا المنطلق وإلى المركز الأول تواجد الشانية عبد الله بن عندان النعيمي يقدم الشانية مع الصدارة مع التقدم الجميل مع الانطلاقة الرائعة مع التواصل المبدع من قبل هذا الشعار. المركز الثاني بدأت تنطلق بهذه اللحظات الجازي انطلقت من رابع المراكز وتتابع الانطلاق إلى المركز الثاني بديع المأو الجازي المملوك لفاران بن محمد بن قريع المري مع المركز الثاني. ثالث المراكز وصلت مرعوشة وصلت مرعوشة ويقولون لي هذه صاحبة الشوط من انطلقت مع المركز الثالث لأول ندى. مرعوشة تعود ملكية لمحمد بن عتيق بن شامس العامري مع المركز الثالث وعليك مراجعة لجنة التشبيه لأيضا التحكيم. إذا مع المركز الثالث رابعا وتابع تقدم ووصول من حاف صالح بن محمد بن عنودة العامري يقدم شعاره وينطلق لأول ندى مع المركز الرابع. خامسا وتابع تواجد الغربية محمد بن زايد المنصوري مع المركز الخامس يتواجد شعاره. ولكن أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة بدأت أيضا تتغير الأمور وكلما عدت النداء أشاهد تبديل المراكز وأشاهد الانطلاقات المميزة وأشاهد المنافسات الجميلة من قبل هذه الشعارات ومن قبل الجازي من انطلقت إلى الصدارة من تنادي الناموس وتنطلق مع أول المراكز. فاران بن محمد بن قريع المري يقدم لنا الجازي مع المركز الأول ومع الصدارة. المركز الثاني تتواجد بهذه اللحظات مرعوشة وسلالة مرعوش تنطلق مع هذه اللحظات مع المركز الثاني محمد بن عتيق بن شامس العامري يقدم مرعوشة بهذا التقدم الجميل وبتقديم هذه العروض الرائعة. المركز الثالث تتواجد شانية تعود الملكية لعبد الله بن عنزان النعيمي من يريد أن ينتعم بسيارة هذا الشوط وأيضا بكلمة الناموس القالية بهذا المهرجان مهرجان اليوم الوطني. الكل يتمنى أول المراكز الكل يتمنى هذه الكلمة لترفع من المعنويات المالك والمضمر. رابعا وتابع تواجدي هنالك من حاف صالح بن محمد بن عنودة العامري بدأ يصالح الجماهير وينطلق بالشعار العيناوي وقادم من مدينة العين من المنافسة ولتحقيق الناموس. ولكن المركز الخامس من القادمة بهذه اللحظات والواصلة نشرة لمحمد بن
مفطر العامري مع نشرة المتواجدة مع المركز الخامس. إذا لأول نداء تتواجد نشرة مع المركز الخامس، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى مرحوشة. بدأت ترتعش مرحوشة وتنطلق مع الصدارة مع تجاوز لافتة 1500 متر. تعود الملكية لمحمد بن عتيق بن شامس العامري مع المركز الأول. ثاني المراكز تواجد الشهنية على المركز الثاني، تعود الملكية لعبد الله بن عنزان النعيمي. ثالثا تتواجد منحاف لصالح بن محمد بن عنودة العامري، ولكن شعار بن جبريل غدم وانطلق لأول نداء من الجانب الأيمن وتواصل بانطلاق الشانية. سلمان بن محمد بن سلمان آل جبرين الضيف السعودي ينطلق شعاره مع المركز الرابع أو ثالث. المراكز تابع النداء بقدوم أيضا، وتواصل نشرة لمحمد بن مظفر العامري. والكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير، كيلو العمليات، كيلو الصراع، كيلو القوة، كيلو الإبداع، كيلو التميز وكيلو الإمتاع. انطلقت مرحوشة مع الصدارة، محمد بن عتيق بن شامس العامري يقدم مرحوشة، ولكن وصل العامري أيضا مع المركز الثاني. من حاف لصالح بن محمد بن عنودة العامري مع المركز الثاني، ولكن يا سلام وصلت نشرة محمد بن مظفر العامري. وهنالك انطلقت الشهري لسلمان بن محمد بن سلمان الجبرين مع المركز الثالث. يا بوي يا الناموس، كلمة الناموس، السيارة تحتار ما بينها للإمارات وما بينها للمملكة العربية السعودية. بدأت الانطلاقة من قبل منحاف الشهنية، منحاف الشهنية مرعوشة يا سلام، ولكن منحاف وصالح بن محمد بن عنود العامري شعاره مع المركز الأول، وبن جبريل شعاره يتواصل مع المركز الثاني. هنالك أيضا منافسة شريفة، انطلاقة مميزة، منحاف الشهنية، شهنية منحاف، خط النهاية يقترب، ولكن منحاف هي صاحبة الكلمة، هي صاحبة الناموس، هي صاحبة الانتصار، هي صاحبة التميز. سلام استاذ سلام على حصول منحاف على المركز الأول وتميزها والحد قدومها إلى خط النهاية. تبريكات لصالح بن محمد بن عنود العامري المركز الثاني، الشهنية لسلمان بن محمد سلمان الجبري ثالث. المراكز ثالث المراكز الجازي لفاران بن محمد بن قريع أو إذن ثالث المراكز كان الوصول من قبل المركز الثالث الشاني لعبد الله بن عنزان النعيم. المركز الرابع كان القدوم من قبل رابع المراكز الجازي، وصلت على المركز. إذن مشاهدينا متابعي الأعزاء، نعود بحضراتكم إلى الإعادة لموافاتكم بالخمسة المراكز المتقدمة، وأيضا بالتوقيت الزمني للحظة وصول منحاف وقدومه إلى خط النهاية. نشاهد هذه الانطلاقة الجميلة ونشاهد لحظة وصول منحاف إلى خط النهاية. توقيتها الزمني 13 دقيقة 3 ثواني 4 أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات لمالك منحاف صالح بن محمد بن عنودة العامري من حصل على سيارة هذا الشوط المركز الثاني، الشهنية من وصلت على الثاني. المراكز 13 دقيقة 3 ثواني 10 أجزاء من الثانية. الثاني تبريكات سلمان بن محمد بن سلمان الجبرين. ثالث المراكز ننتظر لحظة القدوم من قبل مرعوشة، توقيت الزمني 13 دقيقة 4 ثواني 70 جزء من الثاني. الثالث تبريكات محمد بن عتيق بن شامس العامري. والمركز الرابع كان الوصول من قبل الشهنية لعبد الله بن عنزان النعيمي. وخامس المراكز كان الوصول من قبل نشرة لمحمد بن مظفر العامري.